شيريزمون من حديث مارسل توا فهمتني في وسط البلاد ما تحسش يعني حاجة يعني كبيرة برشا فهمت بون حتى صحابي زادا يسافروا صحابي يسافروا وحده كل في لي زوتوروت وحده كل ما ثماش يعني يعني بريزونس يعني كبيرة نتاع تاع امن فهمت مي في المناطق الحدودية وحس ما يحكي وحس ما نقراو ثم تواجد كبير وكثيف جدا لي زانفيلتراسيون سيرو فهمتي في اي بلاد من العالم ينجم يسيروا في امريكا اقوى بلاد ثم ينجم يسير لي زانفيلتراسيون اما احنا في لي زون بلاسمون استراتيجيك لازمنا نعملوا حمايه وحمايه كافيه فما تجيش مثلا الود لما نحميوهمش خاطر تعرفهم انت توريست باغ اكزومبل سون فيزي دونك لازمك تحميهم في اي بلاصه تو ما عادش يعني تسيب توريست هكاك يمشي وحده احنا كلنا مواطنين وامن وكبار وصغار في كل مكان وفي كل بقعه في حاله ما قيقده خاطر الناس هذوما منا فينا دايرين بينا يعيشوا معانا يدوروا معانا يسكنوا بحدينا في البلايص الكل انا من وجهه النظر نتاعي الناس الكل كل واحد يقضى وما لازمناش ننساو احنا كما نقولوا صارت تحكيه نترجوا الناس الكل نقعد نحكوا عليها جمعه كيك في وسائل الاعلام نرجعوا ناكلوا ونشربوا ونرقدوا ونخدموا ونساو الدنيا الكل صار شيء احداث بارد وحتى على تو السوسه الاحداث السوسه يعني كل يوم يمنيونا فيها تو نعملوا فيها تو نقدوا فيها تو نصلحوا مارينا شيء كل كلام ناس قاعده في كراسيها تضرب الفلوس شعب ميزر من الحظيظ للحظيظ احنا بعد الاتونتا نتاع متحف باردو اون سي اتوندو اللي باش يزيدوا معناها السيكوريتي يزيدوا المراقبه معناها نشوفوا بون الامن اكسيبسيونيلمون ان بو بلوس معناها سورتو مي في لي اندرو توريستيك وكل alors que hatta j'imagine j'ai pas fait de statistiques mais nous sommes les mêmes barrages il y a pas de mouvement sur par exemple hatta sur l'éclat il y a pas de nouveau masar hatta chajdi en plus nous sommes même pour les hôtels et tout il y a des accès et d'y dakhlo hatta men ghir li thabbat men l'identité et tout ما شفناش حتى des actions concrètes اللي normalement نسمعوا بها في les médias والكل اللي الوزير الفلاني عمل une action il y a rien c'est une passivité complète حسب رأيي ما تبدل حتى شيء على مستوى الأمني في البلاد هي بيدها الحكاية معناها نفس الشيء ما لاحظوش حاجة جديدة rien que صارت مرة في معناها بعد أحداث باردو في الجمعة الأولى العشر أيام من هنا تمشي الكارفور ولا تمشي للجراند سيرفاس تلقى سيكوريتي كبيرة وفهمتني يشوفوا يثبتوا أبار هذاك بعد معناها بعد 15 يوم 20 يوم رجعت الحكاية كيف بالنسبة للقرارات معناتها صدرت برشا قرارات في تحسين في معناتها فيما يخص النشر على النمل في كذا في كذا كلمة معناتها الواقع الأخيرة معناتها نتاع السوسة ما يدل حتى شيء اللي ثم كان ثم تقدم إن شاء الله القرارات من بعد اللي الحديث نتاع السوسة ان شاء الله تدخل حيز تنفيذ وان شاء الله تتحسن تبدل شيء الحاجه اللي تبدلت غير انه الارهاب زاد فهمت و معناها ضربت السياحه التونسيه والارهاب زاد على الاخر معناها نتصور انا بالنسبه للحاكم كيكثف معناتها في الاماكن العموميه بنسبه اكبر نصور انه بيكون الارهاب سيرتو اللي صار في باردو اللي صار في سوسه باش يقل معناتها ما نصورش انا باش يكون يلقاو حاكم ولا يلقاو معناتها ويجيو يعملوا الارهاب هذا الامن موجود اما يعني مش باش يبدا في وسط بحر والا باش يبدا يشد وجوه العبيد فهمت معناها هذيك هو جيت على غفله ساعه القضاء ليها غفله كما يقولوا فيها مش امن كبير اللي تحس بيه واقف معانا وواقف مع الشعب التونسي بصفه عامه معناتها فهمت وربي يسترنا خويا كيش نقول لك ربي يستر تاع باردو وقتها ما فماش امن اما نتاع البحر واحد ما يلومهمش هي زون توريستيك معناها باش تدخل تبعو شنو هي باش يعملوا باش يبداو يعسوا بالعبد ما تجيش دوبوي مارس من وقت باردو لتوا ما ريتش حاجه تبدلت بيغ المشي او تخريب الحكايه vu que les événements li saru normalement tkoun fama mobilisation ou معناتها النيفو تاع السيكوريتي normalement يتحسن مي a priori مازال في النيفو هو بيد و سا ريسك دومبيري avec tout ce qui se passe انا ظهر لي ما فماش تحسن كبير
خاطر الخدمة ما كانتش على ضرب الإرهاب من المنبع متاعه معناه. كانت عمليات مفاجئة متاع الإرهاب تكون ردة فعل متاع الأمن. ما فماش نسمعوا في استخبارات ولا منظومة واستباق وكذا ولا أمن قومي، لكن العمل باش يمشيوا ديريكت باش يقضيوا على الإرهاب يتلفتوا للسعودية. باش يقضيوا على الإرهاب يلزم يتلفتوا للسعودية ويعرفوا اللي الإرهاب جاء من السعودية. السلام عليكم.